42 دقيقة بعد السبعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا من جديد. مازلنا مواصلين معاكم المشوار والرحلة في برنامجكم صباح الحياة يا قيروان. صباح الحياة يا قيروان. صباح الحياة يا قيروان. بالنسبة لليوم على مستوى ولاية القيروان وحتى على مستوى وطني نقول لكم خليكم برونشي معنا تتسويت في الميتيو. ميتيو أحوال الطقس على الحياة الفارغة. تنخفض درجات الحرارة بالنسبة لليوم بشكل طفيف في الشمال والوسط وتستقر بالجنوب وين تتراوح القصوى بين 27 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 34 و 42 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى لل 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. الطقس باش يكون قليل السحب والرياح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية المناطق فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر على كامل البلاد. أما بالنسبة للبحر فإنه باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية. خلينا نعطيهم قراءة في درجات الحرارة القصوى في مختلف مناطق الجمهورية. في ولاية تونس 30 درجة، أريانا 30 درجة، منوبة 30 درجة، بنعروس 30 درجة، ولاية نابل 31 درجة، بنزر 29 درجة، زغوان 33 درجة، سوسة 28 درجة، المنسير 24 درجة، المهدية 30 درجة، صفاقس 28 درجة، باجة 39 درجة، ولاية جندوبة 40 درجة، الكيف 38 درجة، سليانة 40 درجة. أما ولاية القيروان فدرجة الحرارة القصوى 39 درجة، سيدي بوزيد 40 درجة، القصرين 39 درجة، جابس 29 درجة، مدنين 39 درجة، قفصة 41 درجة، توزر 44 درجة، تطاوين 40 درجة، وولاية قبلي 41 درجة. هذه قراءة في درجات الحرارة القصوى في مختلف مناطق الجمهورية. وهذا شنو كان عنا في الميتيو. ميتيو أحوال الطقس على الحياة الفارغة. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في برنامجكم صباح الحياة يا قيروان. خليكم ديما برونشي معنا، خليكم ديما في الاستماع باش تكون عندنا جولة في مختلف معتمديات ولاية القيروان للاطلاع على اهم نتائج البكالوريا. كيف العباد اللي يسمعوا فينا توا تنجموا تتواصلوا معنا على 70 35 120 اذا كان تحبوا تهنيوا حد عزيز عليكم بالنجاح في مناظرة البكالوريا. مبروك لكل الناجحين. كما قلنا الرحلة مازالت متواصلة معاكم. انتهى المشوار والكفوري وراجعين بعد شوية.